انا بيير حشيش، اوكي، انا زلمه بعرف شو عم بحكي، مش تهديد هذا، انا نصيحه يعني. بس تخلص الصيفيه بدنا نرجع نعوض بسيل وشعر مطلق. يقدر يضبطب تيابه وغراضه بشكل كتير مرتب. عرضوا علينا أن نرجع نحرك الشارع. هيدي في ثورة أكبر من ثورة 17-20. إذا ويليام نون بده يستدعى التحية. ما رح يصير بموعد الانتخابات، لأنه ما في بعد توافق. نحن بتعرف عنا بلبنان ما بيركب رئيس إلا أول شيء ما يكون في نصاب تلتين المجلس. الدورة الأولى الرئيس بيطلع بالتلتين، الدورة الثانية بده نص زائد واحد. سو بس على كل الأحوال النصاب بده تلتين. يعني ممكن فريق إذا ما إنه عاجبه اللي عنده الأكترية اللي عنده نص زائد واحد يعطل. وهالمرحلة يعني مثل ما عم نشوف هالتصرفات اللي عم يعملها الجنرال عون ورئيس مئاتي، هيدا اللي صار يعني المرحلة اللي مرقت عن تجاذبات بموضوع تشكيل الحكومة، هيدا بوضح انه كانوا اثنيناتهم تقريبا متفاهمين انه نوصل للفراغ. اثنيناتهم، يعني هيدي تمثيلية كنا عم نشوفها انا برأيي، هيدا القصف على الاعلام بين بعضهم، هيدي تمثيلية. بينما هن اثنيناتهم انا بعتقد انه الجنرال عون ومئاتي اكثر اثنين بيتفقوا. انا ما بنصحه للجنرال عون يبقى بقصر بعبده. ما بنصحه. أنا مش تهديد هذا، أنا نصيحة يعني. يعني هو كزلم كبير ومنحبه، إنه منحبه بعمره يعني، ما بنصحه أنا للجنرال عون يبقى ببعضه. لأنه رح يكون رح يشوف أول شيء اليوم الجيش ما رح يحمي. يعني العماد جوزيف عون طافي هو مرشح مطروح على الرئاسة، وما بيناسبه إنه كمان إنه هو ما بيناسبه إنه الجنرال عون يضل ببعضه. ممكن الجيش هالمره ما يقوص علينا نحن وطالعين على بعضنا. ما في الماضي اللي طلعنا الجيش قوص علينا. هالمره يمكن ما يقوص علينا. يمكن الجيش يغمز يفتح لنا باب القصر. يعني الجنرال عون يعني بدنا نسمع كلامه عن جد وصدق انه بيقول بعد باخر ايام عهد بدي اعمل شيء. خلص العهد. خلص ما بقى في شيء. هلا نحن صرنا يعني ببداية العهد الجديد أو بمرحلة فراغ، بيقدر يضبطب تيابه وغراضه بشكل كتير مرتب. بس بزيادة واحدة تكفي. أنا زلمي بتعرف أني أنا مع الثورة، وأنا إذا عنا فرصة نوصل رئيس تغييري بفضل نوصل رئيس تغييري. عرفتي كيف؟ يعني شخصية مارونية تكون من التغييريين أنا بمشي فيها. عرفتي كيف؟ أما إذا ما عنا فرصة إنه نوصل رئيس تغييري، يعني القوى المعارضة ما رح تمشي معنا بمرشح تغييري. يعني مش إنه نحن ما فينا نمشي مثلا بسمير جعجع. عرفتي كيف؟ وما فينا نمشي بميشيل باك، يعني مع احترامي للشخصيتين كتغييريين. بس إذا هن بيمشوا معنا بنوصل رئيس تغييري. أما إذا ما في فرصة بين الطاقم السياسي، أنا شخصياً بفضل سامي فرنجي. لأنه نحن ما بقى نحمل حدا يكذب علينا، بقى ما بقى بدنا حدا يكذب علينا. فهيدي الشغلة مع سامي فرنجي بتقدر تضمنيها، أنه عندك رئيس بيخبرك واعي، بيخبرك الحقيقة. وبعدين عندك بيكون عندك رئيس مش إلغائي، بيحمل رأي الآخر. عرفتي كيف؟ يعني أنا سليمان فرنجية بالعناوين العريضة بالسياسة ما بتفق معنوية، يعني هو رأيه شيء وأنا رأيي شيء، وعلى طول هو حميلي. يعني هيدي بشخصيته إنه هو بيحمل رأي الآخر، وهذا الشيء اللي بدنا إياه، وما إنه إلغائي. وبعدين منفتح على الكل، مقبول عند السعودية، مقبول بالخليج، مقبول عند الفرنسوية والأمريكان، مقبول عند الإيرانية والسورية، ومقبول عند مقبول عند حزب الله. عرفتي كيف؟ بدنا اليوم شخصية غير تعطيلية،
عرفت كيف؟ مثل السلامه الفرنجيه، موضوع السلاح ما بيأثر مين هو رئيس الجمهوريه اللي حيكون لمن بده يجي قرار نزع السلاح. يعني اذا بيجي فارس سعاد بذاته رئيس جمهوريه، يا اما سمير جعجع، يا اما مين بدي اقول لك اكثر ناس، سامي جميل، اكثر ناس ضد الحزب وضد سلاحه، اذا ما في قرار خارجي اقليمي بنزع سلاح حزب الله ما راح ينتزع سلاح حزب الله. وانا طبعا مع نزع سلاح حزب الله، وهيدي اولويه بالنسبه لي، لانه طالما في سلاح طالما في فساد. اول شيء ما لي علاقه، لانه برايي انا بسيل وشر مطلق. عرفت كيف؟ سو انا ما بصلح مع الشيطان. عرفت كيف؟ انا ما بصلح مع الشيطان. هلا الشيخ فريد هو عنده كاركتيره وعنده رايه، ليش لا؟ وبعدين هو موجودين بنفس الدائره بكسروان بنفس القضاء، وعندهم معارك ممكن يكون ياخذوها مشتركه بالمرحله المقبله مثل معارك البلديه، ما بعرف. هو بيشوف ما يعني مصلحته، بيشوف رايه وقراره الشيخ فريد. بس انا شخصيا ما بتصالح مع الشيطان. انا هو بنظري شر بالسياسه، شر مطلق بالسياسه، مش كانسان. هو كانسان كثير مهضوم وكثير لذيذ وجلسته حلوه وكان صديق برجب. جتني انا عدة اتصالات بالموضوع، ولمسوا انه ما حدا بيقدر يحرك الناس الا الناس هي ذاتها. عرضوا علينا ان نرجع نحرك الشارع، بس هالجهه اللي عرضت علينا هي جهه سياسيه معارضه، ما فتنا فيها. انه شو رايكم نحرك الشارع عن جديد؟ بس انه معروفين اني عندهم اجندات، انه لا بدي امشي معهم باجنداتهم. انا زلمه تغيير ضد الكل، لا بدي امشي معهم باجنداتهم. القوات اللبنانيه ما بدي اقول مين، ومش القوات، لا ما بدي اقول مين، بس مش القوات. انا بعرف نواياهم، هي هن هلا كرمال اني عم يشتغلوا كرمال الاستحقاق الرئاسي بيلعبوا ورق الضغط بالاستحقاق الرئاسي. ما فت فيها انا، انا ما بفوت بمتاهات 14 و8 اذار، ما لي علاقه فيها. المرحله هلا ما انا مرحله شارع، الشارع نايم، لانه نحن بايام صيفيه وفي اجر كثير سواح على البلد، لبنانيين عم يجوا على البلد، في ضخ دولار بالبلد عم نشوفه عم نلمسه. الناس معها مصاري، بس تخلص الصيفيه بدنا نرجع نعوي. انا هيك شايف، بكره بالشتويه بدها تخلص موسم السياحه، بده يخلص بدنا نرجع نعوي كلنا سوا، بنرجع بننزل على الشارع. ولكن انا بقول لك يعني مثلا في طريقه يتحرك الشارع، مثلا اذا بيرجعوا بتوزر شخصيات من الصف الاول بيتحرك الشارع، اذا جنرال عم بيبقى ببعبده من بعد 31 اكتوبر بيتحرك الشارع. انا بيير حشاش، اوكي، انا زلمه بعرف شو عم بحكي. انا بقول لهم للاجهزه الامنيه وللقضاء ولكل المعنيين ولكل اللي بيعتبر حاله سلطه، بعد عن هالموضوع هذا، ما تقرب عليه، لانه هيدا توتر عالي. من شوي سالتيني انه الشارع اذا بيولع، هيدي مش بيولع الشارع اذا ويليام نونز استدعى التحقيق، هيدي في ثوره اكبر من ثوره 17/20، اذا ويليام نون بده يستدعى التحقيق، وما رح نخليه يروح. نحن رح نروح كلنا على التحقيق، كلنا. ويليام نون ما بيروح. هيدا زلمه مجروح. هيدا بدهم يسمعوا له كلهم، عم تحكي باسم اهالي الضحايا، بدهم يسمعوا له كلهم، كلهم بدهم يسمعوا له دعسنا عن رقبتهم.